تامورتاكي عايدي وانت اللي غادي دام زوارو ولا بو تفهم مش لغا ونستعرب على خاطر تعرب يفضلي تربي انت جات تمشلاف ربي يوم القيامة اللغة اللي يتكلم بها الله يوم القيامة هي اللغة العربية واللغة اهل الجنة اللغة العربية لغة اهل الجنة لغة الله يوم القيامة ولماذا نحتربها نعزوها نقدروها نرفعوها هنا ولاد الامازيغ الامازيغية نحن عرب في الاصل كنا احنا وياهم خوة وقتاش تفارقنا وقتاش تفارقنا وقتاش تفارقنا جينا من اليمن جينا من الجزيرة العربية جدودنا جاو من الجزيرة العربية منين جاو من السماء لا جاو من الجزيرة العربية نحن العرب خوة شعب واحد أمة واحدة وزاد الإسلام جاء زاد دين الإسلام الجاء لهنا البرط الأرض هذه جزاهم الله عن الإسلام وعنا خيره جابوا لنا دين الإسلام فضلنا ربي به فضلنا ربي به على العالمين نحن الشعب الله المختار ما مش اليهود ذلهم الله لعنهم الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأجانب هذا من وقت فرنسا عاشنا في وقت فرنسا نعرفه هذا قبيلي هذا عربي هذا قبيلي هذا عربي ولماذا فرقت سود ديفيزي بور رينيي باش يتحكموا فينا دائما نهار كسرنا هذا لا ديفيز عفسنا عليها كسرناهم نهار عفسنا على الكلمة هذه الملوثة خلوها الرومان انتصرنا عليهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا على كل حال تنبور بن سلمان هو توس في اللاش حذر تراون ملهس جهنمة حذر تراون أضروحا حذر تراون أضفانسي الإسلام أضخصر الدنيا في لقى أضروح تسنى أضفف الدين نوان حرب تعف دين نوان ووزو تعف دين نوان على الدين ينسى ما نطفدش نحن أسياد البشر نجم الهود عندنا أسرقة ما نطفد ديننا أنت حسب بالقرب وإذنا لذلك الحالة ولا في الأرض نتحكم في البشرية نتحكم فيها بنلغها الرسالة باش نمنعوها من جهنم نمنعوا البشرية من جهنم محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لهذا يمنع البشرية من جهنم ونحن على هذه الرسالة ماشي ولهذا تموت القبيل وشيغال وقتل ودب سلاحي غطسي وشيغال الوقت أبريض إن شاء الله هذا ودب سلاحي قبيل فتص ولا ينصرنا الله من ينصره دائما فعل في الجهاد جهادي على كلام